سيداتي والسادة، أيها الحضور الكريم، سعداء في الجامعتين وأيضا مع الشركاء في انعقاد هذا الملتقى التاسع عشر للذاكرة والتراث. كلفت من قبل اللجنة العلمية والمتابعة لإشغال هذا اللقاء وأيضا لإصدار هذا الكتاب بتقديم هذا الكتاب في صفحات، وأرم من خلال هذه الورقة أن أقدم مالا يتم تقديمه في أوراق الجلسات أو في أوراق التي ستقدم خلال هذه الجلسة، وسأستسمحكم في قراءة هذه الورقة حتى لا وأرجو أن لا أكون ثقيلا بدون شك، وستكون أو سيكون تقديمي لما جاء في الكتاب من أوراق تقديما موجزا على أن هذه الورقة بدون شك لا تغني من الكتاب وحجمه وقيمته في شيء. كتاب ولاد حريز وحاضرتها برشيد التاريخ وذاكرة المجتمع. تمتد حصيلة البحث التي قدمها مختبر السلبيات بجانب جامعة الحسن الثاني بشراكة مع مؤسسات علمية ومجتمعية علمية وأكاديمية وتاريخها وجغرافيتها وثقافتها لثلاثة عقود من الزمن في موضوع الذاكرة والتراث الثقافي وتاريخ المقاومة في الشاوية. وقد جاء في مقدمة ثاني كتاب المقاومة الوطنية في الشاوية صدر سنة 99 و900 وألف ضم أعمال ملتقى من الملتقيات بعد الكتاب الأول الصادر سنة 97 و900 وألف بعنوان الشاوية التاريخ والمجال. إن البحث في تاريخ منطقة ما بشكل كلي أو جزئي لا ينتهي بندوة أو بكتاب في الموضوع، وإنما تتجدد بدايته مع كل تفكير وبمعطيات تنفتح على أفكار جديدة. وفي استمرار هذا البحث سعيا إلى استكمال أجزائه وفصوله انعقدت منذ منتصف التسعينيات القرن الماضي إلى اليوم ملتقيات عديدة بلقارة، ولاد زيان، مذاكرة، بن خلوق، مديونة، زناتة، ولاد محمد مكاركو، بن أحمد وغيرها من أطراف الشاوية. نحن اليوم في الملتقى التاسع عشر منها، وقد شارك فيها من الجامعات المغربية المختلفة باحثون أكاديميون ومؤرخون وجغرافيون وأدباء ونقاد وعلماء أنثروبولوجيا وسوسيولوجيا بمناهج علمية مختلفة لدراسة مجال الشاوية بتاريخه وظواهره وقضاياه. وقد أنتجت الملتقيات مدونة تاريخية وبحثية تعد اليوم في صرح المؤلف الجامعي المغربي تجربة فريدة وإضافة نوعية ينضاف إليها بهذا اللقاء مؤلف جديد بعنوان ولاد حريز وحاضرتها برشيد التاريخ وذاكرة المجتمع. يتألف الكتاب إضافة إلى الأوراق العلمية الست التي ستقدم خلال هذه الجلسة العلمية والتي لن نأتي إلا على الإشارة إلى عناوينها 21 مقالة علمية محكمة تحكيما تخصصيا أكاديميا إلى جانب المكانة العلمية للأساتذة والباحثين المساهمين فيه. وهو ما يعني أن الكتاب يتألف في مجموعه من 27 مقالة موزعة على 5 محاور أساسية. في المقال الأول من المحور الأول جوانب من تاريخ الشاوية الحديث والمعاصر قبيلة ولاد حريز نموذجا يؤكد الأستاذ محمد الفلاح العلوي على الأدوار التاريخية البارزة التي لعبتها قبائل ولاد حريز نظرا لموقعها المتميز في قلب الشاوية، ثم مفصلا في علاقة ولاد حريز بغيرها من قبائل الشاوية وعلاقتها مع المخزن. فيما يبرز الأستاذ خالد سبتي في الورقة الثانية المعنونة بتمسنا في مواجهة القوى المجاورة خصوصية مجال تمسنا وأهميته التاريخية عبر العصور، مقدما لتوبونوميا اللفظ الذي اتفق الباحثون حول أصله الأمازيغي واختلفوا حول معناه. وفي عبوره لتاريخ تمسنا يسجل سبتي في ختام مقالته تحامل القدامى على تاريخ بورواطة
ودعا لعدم الركون للعامل الديني لفهم الظاهرة الأخواتية التي اعتبرها تجربة قبلية فريدة. وتناولت مقالة الأستاذ والباحث رشيد شحمي موضوع هجرة وتحركات قبائل الشاوية من العصر الوسيط إلى الحماية الفرنسية ولابحريز نموذجا، محددا في بدايتها المفاهيم الأساسية للورقة، ورصد عوامل تحركات ولابحريز إلى حين استقرارها خلال القرنين الخامس والسادس عشر، متتبعا تاريخ القبيلة إلى مرحلة الضغوطات الاستعمالية ومقاومتها، وحول جوانب من تاريخ الشاوية ولابحريز من خلال نماذج من الكتابات الأجنبية. كتب كريم يوسفي عن أهمية الكتابات الأجنبية في دراسة التاريخ الجهوي، لتعدد اهتمامات هذه الكتابات وارتباطها أساساً بحركة التوسع الإمبريالي، مقدماً لنماذج منها حول منطقة الشاوية عموماً ولابحريز تحديداً. وجاءت مقالة حميد رضا قبيلة لابحريز في مطلع القرن العشرين ترجمة لمراسلة صحفية فرنسية نشرت في سنة 1900 باعتبارها نصا صحفيا استخباراتيا يهدف إلى فهم العقلية المحلية في إطار توظيف الثقافة والعلم لتسهيل عمليات الاحتلال. ورغم نزعته الاستعمارية، إلا أن أهميته تكمن في فهم أهم الخصائص الطبيعية والبشرية والتاريخية لمجال القبيلة، وعن الحماية القنصلية وما رافقها من تحولات اقتصادية واجتماعية في ظل سياق الإمبريالي العام. كتب محمد أمين شنقيطي قبيلة لابحريز خلال نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين دراسة في مظاهر انتشار الحماية القنصلية، مشيرا إلى أن مرد انتشار الحماية في مجال لابحريز يعود إلى موقعها القريب من الدار البيضاء وازدهار الأنشطة الفلاحية بها، والتي كانت مطمعا للأجانب والفرنسيين على وجه الخصوص. لذلك وجهوا وفودهم نحو هذا المجال الغني لاستغلال خبراته وبسط السيطرة عليه. وركز شفيق رزيق في مقال بعنوان نماذج القنون يا مجالات إقليم رشيد على التعريف بالمدينة اعتمادا على ما توافر من معطيات تاريخية مكتوبة وشفوية، ثم قدم لأكونوميا المجال من خلال جداول تسهل على القارئ فهمها وضبط دلالاتها. وتتضمن الجداول الموقع ودلالته والحمولة التاريخية ثم التغيرات التي لاحقتها. وحول جوانب من الإصلاح الفلاحي في منطقة الشاوية زمن الحماية الفرنسية، تطرقت مقالة الأستاذ جلال زين العابدي إلى أهمية الأنشطة الفلاحية في الشاوية، مؤكدا على تغير ملامحها مع تدخل الاستعمار الذي غير من بنياتها فأفرزت عدة مشاكل عانى منها الفلاح المغربي، وفي مقدمتها الإصلاحات المؤسساتية التي باشرتها سلطات الحماية من أجل تطوير الإنتاج الفلاحي خدمة للمعمرين في الاستغلال والسيطرة على المجال، وزادت من تأزيم أوضاع الفلاح المغربي. وكتب خالد صغروني مقالة بعنوان برشيد حاضرة لابحريز من قصبة في القرن التاسع عشر إلى مركز حضاري في بداية القرن العشرين، باحثا في أصل التسمية وعلاقتها بالمخزن، مع تقديم نبذة عن تاريخ إحداث قصبة برشيد وعن بدايات الاستقرار بمجال برشيد وأهمية النشاط الفلاحي وكيف شرعت سلطات الحماية في تجزئة الأراضي بعد سنة 1900. وفي مقالة الباحثة خديجة الحسنوي رصد لوضعية مركز برشيد سنة 1400 من خلال وثيقة فرنسية، تؤكد الباحثة في بدايتها عن أهمية المراسلات الرسمية السرية في كتابة التاريخ المحلي، ومنها الوثيقة التي حاولت من خلال ترجمتها لها رصد جوانب من الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية لمركز برشيد خلال مرحلة نشأته وتطوره. جاءت في إجابة المراقب المدني في مراسلته على مراسلة أخرى للمقيم العام بهدف دراسة إمكانية ترقية مركز برشيد إلى مركز بلدي، نظرة عامة حول مجال برشيد. أما الورقة التي قدمتها الباحثة رقية حكيمي بالفرنسية برشيد مدينة صغيرة في ناحية الدار البيضاء، وهي بحث ميداني
فتكمن أهميته في كون الباحثة كانت شاهدة على تحولات كبرى طرأت على مورفولوجيا المدينة وتركيبتها الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا بعد أن أصبحت مركز جذب للمقاولات الصناعية مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وقربها من الدار البيضاء، حيث تم العمل خلال سنوات السبعينيات وبداية الثمانينيات على خلق بنيات اقتصادية جديدة في برشين، مما جعل نمو برشين بحسب الباحثة يعكس في الواقع الوضعية التابعة للمدن الصغرى التي تتطور داخل بنية حضارية مهمة. وفي المحور الثالث معنون بنماذج من المقاومة الحيزية، وتتقدمه مقالة الأستاذين القديرين محمد معروف الدفالي والأستاذ صالح شقاق، يكتب إدريس النعيمي في المقالة الثالثة عن شخصية إدريس الحيزي فدائي من سهول الشاوي، ممهدا لمقالته بالحديث عن جهود فرسان الشاوي في رصد التغلغل الفرنسي منذ حادثة الدار البيضاء سنة 1997 وعن احتلال الحيز وصورا عديدة لأعمال الفدائيين. وركز الباحث كتابته عن شخصية إدريس الحيزي الذي نقل عمليات المقاومة وأشكالها إلى الدار البيضاء وانخرط في التنظيمات السرية المناهضة للمستعمر وشارك في عدة عمليات فيها. وفي السياق نفسه كتب حسن المعاني في مقالته عن نموذج آخر من الفدائيين من أصول حريزية، مبرزا في مقالته أن منطقة ولاد حريز كانت دوما موطن المقاومة والفداء، فأنجمت مقاومين من أمثال مصطفى المعاني وإدريس الحريزي ومحمد منصور، وركزت المقالة في الأخير على سيرة وبطولة أحمد الراشد. ويواصل المحور الرابع البحث في نماذج من أعلام ورجالات ولاد حريز، حيث كتب لنا سميات عن بعض أعلام قبيلة ولاد حريز من خلال معلمة المغرب، معرفا بأبرز رجالات قبيلة ولاد حريز الذين ساهموا في كتابة تاريخ المنطقة ما بين نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن العشرين. وأهم من أحاطت المقالة بسيرهم سيرهم للبحث القائد السياسي والعسكري خطاب بن عثمان المياري الحريزي والقائد عبد الخالق بن محجوب الريان الحريزي وقوال أسرة الرشيد ثم القائد الحاج حمول الحريزي. وفي السياق نفسه كتب مصطفى الميموني مقالة عن رجال من أعيان الشاوي واهتمام الأقلام الكولونيالية بالأعيان والعائلات المخزنية بالشاوي، وعدد من الأسماء وسيرها وأدوارها التاريخية وصفاتها، وجعل من كتاب أعيان المغرب الأقصى مصدر لمادته. وخصصت مقالة الأستاذ أسماء الرفاعي والأستاذ رشيد كرايت للقائد إسلام رشيد وأدواره القيادية التي أهلته لمنصب السفير. واختتمت مقالات المحور الرابع بمقالة حول الأهمية التاريخية لمراسلات القيادة قدمتها الباحثة رابعة سنون، مركزة